الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. يقول السائل: لدي تمويل شخصي أخذته من أحد البنوك، وهو عبارة عن سلعة يشتريها لي البنك وأفوضه ببيعها ويعطيني مبلغ التمويل، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، هذه المعاملة عند العلماء تسمى معاملة التورق، والأصل المتقرر عند العلماء في المعاملات أنها على أصل الحل والإباحة، لأن الله عز وجل أحل البيع فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالأصل في المعاملات أنها على أصل الحل والإباحة، ولا يجوز لنا أن نخرج معاملة عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح، لأن الأصل براءة الذمة من المنع، ولأن الأصل أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، ولا أعلم دليلاً يدل على تحريم معاملة التورق. فهذه المعاملة معاملة جائزة، ولكن بعدة شروط. الشرط الأول، وفقك الله، أن تتيقن يقيناً كاملاً أن البنك قد ملك هذه السلعة قبل بيعه لك إياها، قبل أن يبيعها لك، لأن بعض البنوك توهم الزبون أنهم يملكون هذه السلعة المعينة وهم في حقيقة الأمر لا يملكونها إلا على مجرد الأوراق، فلا يوجد شيء من هذه السلعة في مستودعاتهم ولا في غيرها، فهذا لا يجيز للبنك أن يبيع سلعة وهمية، لأنه من الغش وخيانة الأمانة. فإذا كان البنك متملكاً لهذه السلعة تملكاً كاملاً ثم اشتريتها منه، فنأتي إلى الشرط الثاني، وهو أنه لا يجوز لك أن تبيع هذه السلعة إلا بعد حيازتها وقبضها، الحيازة الكاملة والقبض التام. فإذا كانت السلعة مما ينقل فلا يجوز لك ولا للبنك المفوض في بيعها أن يبيعها إلا بعد أن تنقلها إلى رحلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه، فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية: حتى يقبضه. وقد قرر الفقهاء أن قبض المنقول بنقله. فإذا لابد، إذا فوضت البنك لابد أن تأمرهم بأن ينقلوا هذه السلعة إلى رحلك أو إلى مكان آخر غير المكان الذي وقع البيع فيه، حتى تكون هذه المعاملة بعيدة عن الشوائب التي توقعك أو توقعهم في شيء من الحرام. فإذا توفر هذان الشرطان فلا بأس، والله أعلم.